لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، قرر الوقوف بجانب المحتجين، الجيش يقتل ويصيب 43 عنصرا من قوات المهمات الخاصة في الناصرية. في العربي الجديد، العراق، دخول متظاهري الناصرية للحبوب مجددا واحتجاجات بالديوانية والنجف. في موقع عربي 21، رغم المخاوف، فايزر تؤكد فعالية لقاحها ضد السلالة الجديدة. في القدس العربية، أكثر من 20 قتيلا لقوات النظام السوري في مواجهات مع تنظيم الدولة. في صحيفة الأوبزيرفر، العنصرية والاستقطاب وغيرهما قادا لأحداث الكونغرس. في الشرق الأوسط، تقرير بنس لا يستبعد عزل ترامب، والرئيس ونائبه لم يتحدثا منذ اقتحام الكونغرس. وفي صحيفة التلغراف، رئاسة ترامب ستبقى من أكثر الفترات إثارة بتاريخ أمريكا. السلام عليكم. على المستوى الداخلي، فإن السلاح المنفلت يشكل تهديدا مستمرا على سلامة المواطنين، حيث سقطت عشرات الضحايا في التظاهرات الأخيرة على يد السلاح المنفلت والميليشيات الطائفية، إضافة إلى استمرار التهديد والتعذيب وعمليات قتل الناشطين حتى الوقت الحالي. وسيطرت هذا السلاح على الكثير من المناطق المحررة من تنظيم داعش واحتلالها مجددا تحت غطاء محاربة الإرهاب. جاء ذلك في مقال للكاتب شاه القرداغي في موقع مركز راسام للدراسات. وصلت خسائر العراق في الحرب على داعش إلى 100 مليار دولار حسب رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، ولم تنجح الدولة حتى الآن في إعادة إعمار المناطق المدمرة وتوفير الخدمات الأساسية وإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة من الحرب على داعش. وبدل التركيز على تفعيل إعادة الإعمار وتأسيس البنى التحتية والعمل على توفير فرص العمل وبدء صفحة جديدة في تاريخ العراق، هناك الحديث على المستوى الرسمي عن مخاطر اندلاع حرب أهلية في البلاد قد يضاعف حجم الخسائر والأضرار ويدخل البلاد في دوامة عنف وفوضى، في ظل وجود أكثر من 80 فصيل وميليشيا ومجموعة مسلحة مستعدة وجاهزة للانخراط في أعمال العنف والفوضى. تشكل خلايا الكاتيوشا خطراً مستمراً على الأمن والاستقرار، فالصواريخ العشوائية تهدد بتحويل العراق إلى ساحة صراع، وخاصة مع تصاعد التهديدات الإيرانية بالانتقام من الولايات المتحدة الأمريكية. وأغلب التحليلات تؤكد أن إيران لن تجد مكاناً أفضل من العراق كساحة لتصفية الحسابات والانتقام من أمريكا، في ظل ضعف الدولة وعجزها عن السيطرة على السلاح المنفلت وإخضاع الميليشيات لسياسات وتوجيهات الدولة العراقية. وهناك معلومات تفيد بنقل إيران للأسلحة والعتاد العسكري والصواريخ إلى العراق خلال الفترة الماضية. يجب أن يدرك الجميع أن حصر سلاح بيد الدولة وتطبيق القانون وإنهاء الميليشيات هو من واجبات الدولة وشرط الرئيس لتعزيز الأمن والاستقرار وإعادة الهيبة المفقودة، وأن تأجيل أو تأخير هذه المهمة سيؤدي إلى زيادة تكاليف مواجهتها لاحقا وسيكون ضررها أكبر كلما زادت قوة الميليشيات، لأنه سيكون من الصعب ترويض الميليشيات لأنها مرتبطة بمنظومة خارجية ولن تخضع للدولة العراقية، بل سوف تساهم دائما في إضعاف الدولة والجيش والأمن لصالح تقوية كيانها وزيادة نفوذها. ليس جديدا إن قلنا إن الجيش العراقي قد شكل في وجدان وضمير العراقيين والعرب رمزية كبيرة بسبب ارتباط اسمه وفعله بقضايا وطنية وعربية، كما أنه بات مدعاة فخر واعتزاز بسبب تسجيله حضورا مميزا بين الجيوش الوطنية على صعيد المنطقة العربية والشرق الأوسط،
بعد أن نال باحترافيته وقوته وشجاعته وما يتمتع به من إمكانيات مادية ومعنوية مراتب تصنف عليا، ولقد وضعته هذه المواصفات كهدف دائم في أجندات دول إقليمية في المنطقة كإسرائيل وإيران، اللتين فشلت كل مخططاتهما في التوسع والهيمنة على المنطقة بعد أن استطاع من دحرهما في أكثر من موقعة، وكذلك قوى دولية كان على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. مقال الكاتب مثنى عبد الله في صحيفة الميثاق الوطني. الطائفيون الذين تولوا زمام الأمور بعد الاحتلال كان هدفهم من تدمير المؤسسة العسكرية العراقية لا يقل خبثاً عن هدف أسيادهم الأمريكان والإيرانيين. فالشعارات طائفية، والمنهج والممارسة والسلوك اليومي كلها طائفية، وبالتالي لا يمكن أن يستقيم المنهج الطائفي مع مؤسسة تعتبر المصنع الأول للهوية الوطنية في العراق. فهم يعرفون جيداً بأن العقيدة العسكرية العراقية عززت الانتماء الوطني من خلال صهر الجميع بغض النظر عن طوائفهم وقومياتهم وأديانهم في مدرستها الأخلاقية، كما كان المنهج التدريبي والسوقي الذي يعتمد خارطة الوطن بصورة عامة مكاناً لتوزيع القطعات ومراكز التدريب والمدارس العسكرية والمجندين بغض النظر عن أماكن سكناهم، عاملاً مهماً في ترسيخ اللحمة الوطنية وتعزيز الشعور الوطني. لذلك صبوا جام غضبهم على مؤسسة الجيش الوطني واستهزأوا بتاريخها وحملوا قادتها مسؤولية مواقف وقرارات سياسية لا علاقة لهم بها، وفي مرحلة لاحقة ذهبوا أبعد من ذلك في تشكيل ميليشيا طائفية بديلاً عن الجيش الوطني، لأنهم بحاجة ماسة إلى قوة صلبة يفرضون بها شروطهم على الآخرين ويحققون بها أجنداتهم على الشعب العراقي. واليوم على الرغم من وجود جيش يتزعمه رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، إلا أن الكلمة العليا هي للميليشيات الطائفية، وقد بدا هذا الأمر واضحا في تسريبات صوتية عديدة كان فيها زعماء هذه الميليشيات يهددون ويتوعدون قادة الجيش في عدد من المحافظات، كما حدث مؤخرا بعد أن اتهم زعيم أحد الفصائل الميليشياوية قائدا عسكريا بأنه أوعز برفع صورة قاسم سليماني من مدخل إحدى المدن مهددين بقطع يده، بل ذهب هؤلاء إلى حد اتهام قائد في الجيش بالخيانة والعمالة لإسرائيل. في سابقة يعدها البعض مخالفة للدستور والقانون، أدرجت وزارة المالية مادة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 تتضمن استقطاعات من رواتب المتقاعدين تصل نسبتها إلى 26% تحت عنوان ضريبة الدخل محسوبة على أساس الاستحقاق الكلي، ومنح الإعفاء لمن رواتبهم 500,000 دينار فأقل. وشكل ذلك صدمة للمتقاعدين لأسباب عديدة بحسب الكاتب سعد علي حمود في صحيفة الزمان العراقية. إنه لمن دواعي الاستغراب أن يكون المتقاعدون وأغلبهم من العاجزين وكبار السن مصدراً لتمويل الموازنة الاتحادية لما تواجهه من عجز لأسباب لا تتعلق بهم قط، لأن رواتبهم تم احتسابها على قواعد بموجب القواعد والتعليمات. فالمتقاعدون هم الإخوة الكبار، الآباء، الأمهات، الأعمام لمن يقترح الموازنة، ومن غير المنصف أن تتم معاملة رواتبهم بهذه الطريقة، فالمنتظر هو التعامل معهم على سبيل الاحترام والتقدير والتمييز والعرفان بالجميل، كونهم أفنوا سنوات عطائهم وشبابهم في خدمة وبناء البلاد وتربية الأجيال. وفي رد فعل للحكومة عن هذه الاستقطاعات، فإن التصريح الذي صدر عنها يقول إنها عادلة لأن الاستقطاع شمل شرائح محددة ولم يشمل الجميع، نظراً لاستثناء المتقاعدين الذين تبلغ رواتبهم 500,000 دينار من الاستقطاع الضريبي، وكأن من يزيد راتبه عن هذه الحدود قد ارتكب ذنباً أو جرماً لكي يقلل استحقاقه القانوني تحت غطاء ضريبة الدخل. وهذه التصريحات لم تلقى قبولاً لدى بعض خبراء القانون ولجان مجلس النواب التي لها وجهات نظر في الاستقطاع،
فهو يتقاطع مع المادة 28 من الدستور التي وضعت حرمة لمدخولات المتقاعدين نظراً للأدوار التي قدموها وحالاتهم الإنسانية. ومما لا شك فيه أن المتقاعدين كونهم مواطنين صالحين لا يرفضون أي إجراءات رسمية تستند إلى قرارات متكاملة تأخذ بنظر الاعتبار أحوالهم وأوضاعهم. من الإنسانية والوطنية أن لا يكون المتقاعدون كبش فداء على حساب الحقوق التي اكتسبوها كاستحقاق فعلي مدفوع الثمن من الجانبين المادي والمعنوي والاعتباري وليس مكرمات. لم تشهد المؤسسات الأمريكية طوال تاريخها الممتد قرابة قرنين ونصف القرن مشهدا مماثلا لعملية اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس، ومما لا شك فيه اهتز صورة الولايات المتحدة وسمعتها ستحدث الهزة التي حركتها جموع الغاضبين في الكابيتول هيل ارتدادات على مجمل المشهد السياسي الأمريكي، وكذلك على انقسامات المجتمع الدولي وتحولات الحزب الجمهوري ومصير ترامب السياسي والشخصي. مقال الكاتب خطار أبو دياب في صحيفة العرب اللندنية. يعتبر أكثر من مراقب للشأن الأمريكي أن العديد من 70 مليون أمريكي أو أكثر صوتوا لترامب لم يفعلوا ذلك كثيراً لأنهم أعجبوا بترامب الشخص، ولكن لأنهم شعروا أنه يدعم سياسات أو مواقف ثقافية كانت أكثر انسجاماً مع قيمهم من تلك الخاصة بالديمقراطيين. وبدأ أن الجمهوريين العاديين كانوا على استعداد للتغاضي عنها لأنهم اعتقدوا أنه سينفذ أجندتهم. والآن بعد الذي حصل في الكابيتول سيكون الحزب الجمهوري مدعوًا للمراجعة من أجل استعادة الثقة بالمؤسسات والالتزام بالدستور، لكن هذا الجهد لا يكفي من دون إصلاحات تتيح منع الشرخ الأمريكي وتحصين شرعية الديمقراطية الليبرالية عبر دراسة تغيير نظام الحزبين وإصلاح النظام الانتخابي وتقليص الفوارق الاجتماعية الصارخة. ولذا يتعين على بايدن إعادة بناء ديمقراطية أمريكية هزتها أحداث الكابيتول والانحراف الشعبوي في السنوات الأخيرة، خاصة أنه يملك الأكثرية في مجلسي النواب والشيوخ بعد انتخابات جورجيا، ولا تنقصه الخبرة ولا الحزم والحكمة كما بدا من خلال ردة فعله على فضيحة الكابيتول. ومن هنا إذا لم يتمكن الرئيس بايدن وفريقه من الاستجابة لهذا التحدي ستتأكد هشاشة الديمقراطية الأمريكية ونموذجها، وتسقط طموحاتها في تعزيز الأفكار الديمقراطية الليبرالية حول العالم، ولم تعد تقدم نموذجا يقتدي به الآخرون، خاصة في حال استسلام مؤسساتها للخلل الوظيفي، ويكون شحوب النور فوق الكابيتول إنذارا لإطفاء المنارة الأمريكية وبدء نهاية الإمبراطورية الأمريكية. نشرت صحيفة الأوبزرفر الأسبوعية التابعة لصحيفة الجارديان تقريراً لمراسلها في واشنطن ديفيد سميث، قال فيه إن الهجوم على مبنى الكونغرس الأربعاء الماضي هز صورة أمريكا حول نفسها وديمقراطيتها والتي تعيش في وضع خطر لم تشهده منذ الحرب الأهلية. قال مايكل ستيل الرئيس السابق للجنة القومية في الحزب الجمهوري: متى وصلت أمريكا بعد 245 عاماً من الاستقلال والقوة الاقتصادية الأولى في العالم إلى هذه المرحلة؟ ويجيب بأن تآكل الديمقراطية الأمريكية ناجم عن عدة أسباب، أهمها الظلم والعنصرية وعدم الثقة بالمؤسسات والاستقطاب والإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي ستظل باقية حتى بعد رحيل ترامب. ويرى ستيل أن هذه المشاكل سابقة على ترامب وتعود إلى انكسار الإجماع في مجلس النواب وتبني القبلية التي استخدمت كهراوة ضد المعارضين الذين تحولوا إلى أعداء. وخلال نصف القرن الماضي شوهت الفضائح مثل ووترغيت السياسة التي أدت لاستقالة ريتشارد نيكسون، وكان رونالد ريغان أول من زرع بذور عدم الثقة بالمؤسسة لصالحه السياسي وخفض الضرائب عن الأغنياء فيما نراه اليوم من عدم مساواة قاسية.
وفي التسعينات من القرن الماضي تبنى رئيس مجلس النواب نويت جينجريتش محاكمة الرئيس بيل كلينتون، فيما قاد جورج دبليو باش أمريكا في حرب غير قانونية على العراق، وأدت نهاية الحرب الباردة إلى إزاحة عدو مشترك، لكن العولمة والأزمة المالية أدت إلى تدمير المجتمعات وغذت مشاعر الظلم والغضب ضد النخبة. وفي تقرير لمركز برينان في جامعة نيويورك وجد أن مجموعة صغيرة من الأمريكيين تمارس سلطة كبيرة أكثر من أي وقت منذ ووترغيت، في وقت ابتعدت فيه البقية عن السياسة. أكد صحيفة تلغراف البريطانية أن رئاسة دونالد ترامب التي توشك على الانتهاء ستبقى واحدة من أكثر الفترات إثارة للجدل بتاريخ الولايات المتحدة، وبدءا من الحشد الذي حضر حفل التنصيب مرورا بلقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. فقد شق ترامب الطريق في فترة رئاسته بالخداع والحيل وبشكل فريد من القيادة التي صدمت حتى أكثر مراسلي البيت الأبيض خبرة، على وفق الصحيفة. فترة ترامب شهدت محاولة نادرة لمحاكمة الرئيس بغرض خلعه من منصبه، عداوة على وباء عالمي نادر تفشى في العالم بأسره وضرب الولايات المتحدة في العام الأخير. وإذا أضفنا إلى ذلك تسريب مكالمته مع سكرتير مجلس ولاية جورجيا في محاولة لقلب نتيجة فوز جو بايدن بالانتخابات وأصوات الولاية، وصولاً إلى توترات غير المسبوقة في الأيام الأخيرة، فإن هذه الفترة لن ينساها الأمريكيون أبداً. ويضيف التقرير، كل هذا أدى إلى الفوضى التي شهدتها البلاد في النهاية بعدما اقتحمت عصابة غاشمة من مؤيدي ترامب مبنى الكونغرس في منطقة كابيتول هيل في محاولة لمنع إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية. ومن بين أسوأ لحظاته تلك التي وقع فيها مرسوماً رئاسياً بعد أسبوع من تنصيبه لمنع مواطني 7 دول ذات غالبية إسلامية من دخول البلاد. ومن المقرر أن يتسلم بايدن الرئاسة رسمياً في 20 من كانون الثاني يناير الحالي، ويبدو أن الأيام القليلة المتبقية حتى ذلك التاريخ ستشهد توتراً شديداً مع استمرار امتلاك ترامب مفاتيح البيت الأبيض ومواصلة خصومه محاولة الإطاحة به حتى اللحظات الأخيرة. فلسطيني يقاوم الاحتلال بزهور نادرة في مزرعته الواقعة في أقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة. يقتني الفلسطيني مؤمن عمرو أنواع نادرة من الزهور تزرع لأول مرة في بلاده، مقاوماً احتكار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لها. واستطاع مؤمن عمرو البالغ من العمر 37 عاماً توفير مناخ خاص لزراعة نوعين نادرين من الزهور، وهما الثلج والعناق، في مزرعة بمساحة 2000 متر مربع ببلدة دورة جنوب الخليل بالضفة. ويقول عمرو، بعد بحث ودراسة علمية نجحت في توفير بيئة مناسبة لهذين الصنفين وزراعتهما لأول مرة في الضفة الغربية. وأضاف، نحتاج هذه الزهور إضاءة، أو تحتاج إضاءة مناسبة وظلا، وتزويدها بمواد هرمونية خاصة. مثل هذه الزراعة تحتاج إلى عناية خاصة وجهد مبني على دراسة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.